شانت يلا بين المنحار بين المنحار جذبانك يا نفسي بدو الصوت كانت مسافة بعيدة كانت مسافة يلا وش وصلت مولانا من حارك من أويلها أويلها وش وصلت مولانا من حارك من كانت مسافة بعيدة كانت لخادم الحسين الموفق الأستاذ مازن الشطري إني من موضعي لبين الشمر يا سيدي حزن أحرق لهذا المكان أرد أنشدك جسمك شلون تحرك جسمك شلون تحرك خاف سمعت أمي الخدر حتى الإجت تدورك خافن سمعت أمي الخدر حتى الإجت تدورك قمت وقعت على الثرى هيج بخيال تصورك هيج بخيال واقف بس بلا راس ونحرك يجذي بنفاس ويصب دماء من وريده ويصب دماء ويروي الدروب شريانه من منحرك لهنانه كانت مسافة بعيدة كانت يلا بين المنحار بين المنحار كانت مسافة بعيدة كانت مسافة وش وصلت وش وصلت مولانا من حارك لنا بدو الصوت وش وصلت مولانا من حارك لنا كانت مسافة بعيدة بإذن الشعور انت اسمعت لأم الخدور صحتها بعرق الهواشم جثته وتحركت غيرته بذل الشعور انت اسمعت لأم الخدير صحتها بعرق الهواشم جثته وتحركت غيرتها هي الماء لك عيني وتصد من ياك تور وقفتها يا الماء لك عيني وتصد من ياك تور وقفتها انت فزعت بس للأسف تركض عكيس خيمتها تركض هي تركض عكسي لخيام وجسمك من ميل سهام تركض عكسي للخيام وجسمك من ميل سهام تل العقيلة تريده تل العقيلة اي ودمك يخوطني اشانه من حرك اي ودمك يخوطني اشانه كانت مسافة بعيدة بين المنحار بين المنحار وبين جذبانك يا نفسي بين المنحار وبين جذبانك يا نفسي كانت مسافة وش وصلك مولانا
يمكن خيول القصدتك ومشددة ناظرها هي اللي زاحت جثتها من ركلتي بحافرها من كل ما تدوس على الجسد ظل عمك يتكسرها كل ما تدوس على الجسد ظل عمك يتكسرها والهضمة مو هضمة الضليع هضمة كسر خاطرها اي تسحب جسمك خيول وامك كانت تقول لا لا يا خيلي بهده لا لا يا خيلي دوسيني انا مجانه من حرك اي دوسيني انا مجانه كانت مسافه بعيده كانت بين المنحار بين المنحار ما قصرت بين المنحار وصلت وش وصلت مولانا من منحرك بالنار وش وصلت مولانا من منحرك بالنار كانت مسافة اي لما سمعت تحشمك وسط السبايا بنية لما سمعت تحشمك وسط السبايا بنية من سلبوها من الاذن من قطعة ويتركي لما سمعت تحشمك وسط السبايا بنية من سلبوها من الاذن من قطعة ويترشيجي إذا بنيتك صغيرة عمرها 4 سنوات يجيبونها من الشارع ضاربينها شو تسوي؟ ومسوين خدها أزرق لما سمعت تحشمك وسط السبايا بنية من سلبوها من الاذن من قطعة ويتركية وتحركت يا سيدي لما سمعت رقية وتحركت يا سيدي لما سمعت رقيه وتقلها صيد الخنصري نفس اللي صابك بيه وتحركت يا سيدي لما سمعت رقيه وتقلها صيد الخنصري نفس اللي صابك بيه نفس اصبع مني مقطوع الاجرب خدي لدموع اصبع مني مقطوع الاجرب خدي كدموع انشلت عساها ايده انشلت عساها ايده بهذا الفعل اذانه من حرك لهنانه بهذا الفعل اذانه من حرك لهنانه كانت مسافه بعيده فدوا صوتك يلا بين المنحرك
قادمة. وش وصلك مولانا؟ وش وصلك مولانا؟ إذا حارت لهنا كانت مسافة بعيدة، كانت مسافة بعيدة. بليل وقفت يما صرعت هاي العزيزة سكينة، وعنك يباعد هالشمر بالصوت اللي بكفينا. بليل ولفت يما صرعت هاي العزيزة سكينة، عنك يباعد هالشمر بالصوت اللي بكفينا. بالصوت ترضى يا ابويا مروته، ترضى يا ابويا مروته هذا الجليف حادينه، ارجع اخاف الوحدي للخيم قوم امشي. ترضى يا ابويا مروتك هذا الجليف حادينه، ارجع اخاف الوحدي للخيم قوم مشينا. اي قمت وياها ومشيت، الخيمة محرقة لقيت. قمت وياها ومشيت، خيمة محرقة لقيت. وزينب تذود وحيدة، زينب تذود وحيدة، للخيمة تتعنانة من منحرك. كانت مسافة بعيدة، كانت يلا بين بين المنحر وبين يا سيدي تخليها، رايح تحش ملها القمر، زينب يريد كافيلها، زينب يريد كافيلها. خطواتك تصوب النهر يا سيدي اتخيلها، خطواتك تصوب النهر يا سيدي تخيلها، رايح تحش ملها القمر، زينب يريد كافيلة، زينب يريد كافيلة. كل خطوة بالممشى شهر، بالمنذبيح نعدلها، بالمنذبيح نعدلها، قلبت موازين الدهر هالخطوة ما أجملها. كانت خطوتي صياح، ارتفعت فوق الرماح، صاغت شريعة جديدة، صاغت شنو للطاغي ما ذي الآن من منحرك لنانة. كانت مسافة بعيدة، يلا بين المنحار، بين المنحار وبين
كانت مسافة بعيدة كانت مسافة وش وصلت